الأخير على حضراتكم مشاهدينا على شاشة قناة مصر الأولى وكل مستمعينا في راديو مصر، وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج مصر النهاردة، حلقة بداية الأسبوع اللي بننفرد فيها الحقيقة على شاشة مصر الأولى وفي برنامج مصر النهاردة بحوار حصري لوزير الزراعة دكتور عز الدين أبو ستيت، الحقيقة اللي بيتحدث لأول مرة منذ توليه لمهام منصبه في حديث مع مصر النهاردة، بيتكلم فيه الحقيقة عن ملفات مهمة جدا فيما يتعلق بقطاع الزراعة اللي بيعتبر من القطاعات الحيوية جدا اللي ليها جزء كبير في اقتصاديات مصر وفي اقتصاديات أيضا الوطن العربي. هيتكلم الحقيقة عن أبرز المشروعات اللي بتقوم بها وزارة الزراعة، أبرز التحديات والمشاكل اللي بيواجهها الفلاح اللي بيعتبر العنصر الرئيسي في المنظومة الخاصة بوزارة الزراعة أو منظومة قطاع الزراعة بشكل عام. هيتكلم طبعا على جهود وزارة الزراعة للعمل على تعميق وتعزيز الاستثمارات في القارة الإفريقية، ده طبعا بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وملفات كثيرة جدا إن شاء الله الحوار هيتطرق إليها لأول مرة على شاشة التلفزيون المصري، وأيضا لأول مرة طبعا بيدلي وزير الزراعة دكتور عز الدين أبو ستيت منذ توليه مهام منصبه لبرنامج مصر النهاردة. ولكن دايما بنبدأ مع حضراتكم كالمعتاد طبعا بعد الفاصل، دي كانت أبرز الأخبار اللي معانا، وبعد الفاصل إن شاء الله هيكون مع حضراتكم زي ما قلنا في بداية فقرتنا وبداية حلقتنا حوار حقيقة حصري بيذاع لأول مرة على شاشة التلفزيون المصري، وبتنفرد فيه أيضا مصر النهاردة، برنامج مصر النهاردة بينفرد الحقيقة بأنه وزير الزراعة دكتور عز الدين أبو ستيت بيتحدث ولأول مرة الحقيقة منذ تولي لمهام منصبه عن قطاع بيعتبر من القطاعات الحيوية، القطاعات الاستراتيجية الخاصة بالدولة المصرية، هو قطاع الزراعة اللي بيرتبط الحقيقة بتاريخ الإنسان عموما، لأنه بيرتبط طبعا بشكل أساسي بكل ما نحتاجه إحنا كمصريين، سواء بالنسبة للمحاصيل الغذائية زي الخضروات زي الفاكهة، أو المحاصيل كمان الاستراتيجية زي الحبوب. الحقيقة اتكلمنا معاه في الحوار في يعني ملفات كثيرة جدا، كان على رأس الحقيقة الملفات دي تعميق التعاون مع مختلف الدول الإفريقية، و أيضا تعزيز الاستثمارات بشكل كبير جدا في القارة الإفريقية، ده طبعا بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وطبعا إلى جانب التعرف على أبرز المشروعات اللي وزارة الزراعة الحقيقة قامت بها في الفترة الأخيرة، زي المشروع الخاص أو المشروعات مختلفة في غرب المنيا، وكمان طبعا مشروع البتلو وغيرها الحقيقة من المشروعات المختلفة، إلى جانب كمان المشاكل اللي بتواجه الفلاحين اللي بيعتبروا عنصر أساسي في منظومة الزراعية. طبعا ملفات كثيرة جدا هنشوفها مع حضراتكم مباشرة بعد الفاصل، وحوارنا مع دكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة لأول مرة. إذا كان عندي ملايين حضراتكم مشاهدينا على شاشة قناة مصر الأولى، وبنرحب بكل مستمعينا في راديو مصر، وحوار خاص جدا في برنامج مصر النهاردة، حوار خاص جدا من داخل وزارة الزراعة المعنية في الأساس بقطاع يعتبر بالفعل من أبرز القطاعات اللي بنهتم بيها جميعا كمصريين، لأن هي معنية بمختلف المحاصيل الزراعية، بمختلف المحاصيل الغذائية، المحاصيل أيضا الاستراتيجية زي الحبوب والخضار والفاكهة، وبالتأكيد طبعا بتوفر الكثير من فرص العمل المختلفة طبعا في هذا القطاع. هنحاور ضيفنا في مصر النهارده، هو خير من يحدثنا عن هذا القطاع المهم، دكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، في أول حوار حصري على التلفزيون المصري مع معالي الوزير بعد توليه مهام منصبه حول الكثير من الملفات الخاصة طبعا بقطاع الزراعة، من أبرز هذه الملفات التعاون مع مختلف دول القارة السمراء بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي طبعا الدورية خلال عام 2019. هنتطرق لأبرز التحديات أيضا اللي بتواجه وزارة الزراعة بالنسبة لمشاكل الفلاحين المختلفة، أبرز المشروعات كمان اللي بتقوم بها وزارة الزراعة حاليا، وملفات كثيرة أيضا من خلال حوارنا الحصري مع دكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة. أهلا بحضرتك يا فندم، بنرحب بحضرتك ونشكرك طبعا على هذا الحوار الحصري على شاشة التلفزيون.
المصري. أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك وأهلا بالمشاهدين التلفزيون المصري. أهلا بحضرتك يا فندم. بالتأكيد وزارة الزراعة يعني بتقوم بالكثير من المجهودات، لأنه ده قطاع زي ما قلت في البداية هو قطاع بيهمنا جميعا كمصريين، المحاصيل الغذائية، المحاصيل الاستراتيجية، فرص عمل كثيرة جدا بيقدر بالفعل قطاع الزراعة أن هو يحققها للكثير من المصريين. ولكن أنا عايزة أبدأ بالحدث الأبرز، وهو رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، رئاسة دورية طبعا لعام 2019. حدث مهم ونجم عن الكثير من الجهود اللي مصر بتبذلها والقيادة السياسية قامت بيها خلال الفترة الأخيرة طبعا، وعزز العلاقات بين مصر وبين دول القارة السمراء. دور وزارة الزراعة في التعاون بشكل أكبر مع دول القارة الأفريقية. الحقيقة أنه ما نراه الآن من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هو ثمرة جهد متواصل ودؤوب من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية، والدبلوماسية الهادئة وإظهار روح الأخوة والتعاون مع جميع الدول الأفريقية، وبمساعدة طبعا وزارة الخارجية، المدرسة الدبلوماسية العريقة طبعا. ولابد ان احنا كلنا نستفيد ونتكاتف من اجل ان تكون سنة رئاسة مصر للاتحاد الافريقي سنة استثنائية من حيث دعم التعاون ما بين كافة الدول الافريقية والصعود بها الى درجات ومستويات اعلى مما هو قائم، لان هو ده الحقيقة الفكر اللي بيدعو ليه سيادة الرئيس. صحيح. حضرتك زرت بعض الدول الإفريقية في الفترة الأخيرة، أبرز الملفات اللي كانت محور للحديث مع وزراء الزراعة في هذه الدول وأوجه التعاون، لأنه اللي احنا عارفينه أن في خطة خاصة بوزارة الزراعة لإنشاء 21 مزرعة في، وده بحلول عام 2021. يا ريت حضرتك تكلمنا عن الخطة دي. والحقيقة احنا كانت بداية الزيارات كانت للسنغال، وتولت مصر فيها رئاسة المركز البحوث الرز على مستوى القارة الأفريقية، وكانت هناك فرصة طبعا للقاء العديد من الزملاء الوزراء الأفارقة، وأيضا كان في زيارة لتنزانيا وأيضا وزنزبار وزامبيا. خليني أقول لحضرتك أن مشروع المزارع النموذجية الأفريقية ده كان قبل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي يا فندم؟ قبل تولي سيادة الرئيس للرئاسة. المشروع فكرة سهلة وبسيطة. الدولة المضيفة، الدولة الأفريقية المضيفة بتوفر مساحة للمزرعة، ممكن أنها بتكون 100 هكتار 200 هكتار 500 هكتار، بالمناسبة الهكتار يعني فدانين ونص. احنا حاليا عندنا مزارع في زامبيا وفي أوغندا وفي النيجر وفي مالي وتوجو وزنزبار وأريتريا ومالي، وإن شاء الله في الطريق عندنا السنغال والجابون والصومال، وبنتدرج تدريجيا لحد ما نصل للهدف بتاعنا في 2020 اللي هو 21 مزرعة. الفكرة من كل مزرعة في دول إن احنا بنتوجه بالخبرة المصرية في البلد المضيف، بنزرع المحاصيل المناسبة للبيئة هناك، بننقل محاصيل جديدة سواء فواكه خضروات محاصيل حقلية، بننقل أساليب ري حديثة سواء بالرش أو بالتنقيط، بننقل أصناف مصرية للزراعة هناك، الزراعة بنظام الصوب، في اهتمام بنقل التجربة المصرية الرائدة في الاستزراع السمكي. كويس جدا. لأنه مصر النهاردة هي الدولة الأولى أفريقيا من حيث إنتاج الأسماك، ومعظم إنتاجنا من المزارع السمكية، على الرغم من أن احنا بنطل على سواحل البحر الأبيض وسواحل البحر الأحمر. أيوه.
ومن هنا بتيجي أهمية في المستقبل إن إحنا نطور أساليب الصيد وأيضا نبدأ في عملية الاستزراع البحري. إحنا بنعتمد حاليا على الاستزراع في المياه الحلوة اللي هي نهر النيل أو المياه الجوفية، نبتدي ننتقل لاستخدام المزارع في البحار بخلاف تطوير أساطيل الصيد وتوقيع اتفاقيات برضو مع دول أفريقية للتعاون في مجال الصيد، بحيث إن إحنا لما نتحرك للصيد يبقى باتفاقيات مشتركة وفيها تبادل منفعة مع الدول الأفريقية. أرجع تاني للمزارع. المزارع الفكرة إن إحنا الدولة بتقدم الأرض وإحنا بتقدم الإمكانيات، تمام، كل سنة في نهاية الحصاد السنة سواء المحاصيل صيفية أو شتوية بيتعمل الحساب، وفرق الأرباح بتتقسم لنصين، وعادةً الدولتين بتحط الأرباح اللي تم تحصيلها في تطوير الإمكانيات اللي موجودة في المزرعة. تمام. الموضوع مش بس إن إحنا بنزرع ونحصد وننتج، لا، الموضوع إن إحنا بننقل خبرة للمزارعين من خلال زيارات حقلية، من خلال دورات تدريبية، من خلال تدريب الأخوة الأفارقة سواء هناك أو هنا. يعني إحنا إن شاء الله بعد حوالي خلال الشهر الجاي هيبقى عندنا دورة تدريبية لممثلين لكل المزارع الأفريقية على موضوع فحص واعتماد التقاوي. من هنا بتنشأ العلاقات وبتبقى مبنية على تبادل المنفعة. بس احنا الحقيقة الانتفاع بتاعنا بالدرجة الأولى هو تعميق وتوطيد العلاقات مع الدول الأفريقية اللي بتستضيف هذه المزارع. الصادرات والواردات يا فندم من وإلى القارة السمراء بين مصر وأفريقيا؟ الحقيقة ان احنا طبعا بيبقى الصادرات بتتراوح ما بين محاصيل حقلية أو خضروات وفواكه، لكن خلينا نقول برضو أن ميزان التبادل التجاري ما بين مصر والدول الأفريقية لم يصل بعد إلى المستوى الذي نأمل فيه. يعني نلاقي دايما تبادل الدول الأفريقية مع خارج القارة بيبقى أكبر من التبادل البيني ما بين الدول وبعضها. تمام. بالإضافة إلى أنه معظم الصادرات الزراعية من الدول الأفريقية بتتم من خلال تصدير المادة الخام. سلسلة القيمة المضافة محتاجين أن احنا نتعاون مع أشقائنا الأفارقة في أن احنا نطور الأساليب سواء في مصر أو في الدول الأفريقية، بحيث ان احنا نوجد قيمة مضافة من خلال التصنيع، التعبئة، التغليف، لان دي مش بس بتجيب قيمة اقتصادية اضافية ولكن بتوفر فرص عمل، وفرص العمل دي بتبقى موجودة في مناطق الانتاج، في المناطق الريفية اللي هي بيرتفع فيها معدل البطالة وبيرتفع فيها معدل الهجرة للمدن. يعني ما نجيش نقول ان دي ظاهرة موجودة في مصر بس، دي موجودة في الدول الأفريقية كلها. فمن مصلحتنا كلنا ان احنا نعتمد على أساليب التصنيع الغذائي والزراعي علشان نقدر نوفر فرص عمل في الريف وأيضا نضيف لاقتصاديات الدول. طيب سيادة الوزير، بالتأكيد وفي إطار التعاون مع مختلف دول القارة السمراء، هي القطاع الزراعة من القطاعات المهمة جدا اللي ممكن أن هي تكون فيها فرص استثمارية كثيرة، وأفريقيا غنية بالموارد الطبيعية ومن الممكن الاستثمار فيها في مختلف القطاعات، وبالتأكيد قطاع الزراعة من أبرز هذه القطاعات. إزاي الوزارة بتساعد الشركات طبعا في القطاع الخاص علشان يبقى فيه فرص استثمارية أكثر يعني أو استثمارات أكثر؟ يعني هضرب لحضرتك مثال. تفضل. لما كنا في زامبيا كان في اقبال على الصوب اللي احنا انشأناها في المزرعة هناك وعلى استخدام اساليب الري الحديثة، فكل المنتجات اللي استخدمت من شركات مصرية. وبالتالي ده بيفتح الباب للي عايز يعمل شبكة تنقيط، للي عايز يعمل صوبة انه يتعاقد مع هذه
الشركات. النقطة الأهم هي أنه يتم الاستثمار في المجال الزراعي على مستوى الدول الأفريقية كل على حسب المميزات اللي موجودة فيها، لأن كل دولة بيبقى مرتبطة بنوعية الأرض ونوعية المناخ، معدل سقوط الأمطار، الوجود المية، فبالتالي الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي بتختلف من دولة لدولة. والحقيقة أنه يعني أنا شفت مجموعة من المستثمرين، طلبت أن أنا أقابل بعض المستثمرين المصريين اللي موجودين في زامبيا. أيوة. لقيت أنه كلهم مبسوطين وتجارب ناجحة، وفي اللي بقاله من سنة 77، وفي اللي سافر من سنتين، في اللي بيشتغلوا في مشاريع إنتاج دجاني، في اللي بيشتغلوا في مشاريع إنتاج خضار وفاكهة. والحقيقة لقيت أنه برضو التكلفة حق الانتفاع هناك تكلفة بسيطة. يعني لما نيجي نتكلم على الهكتار، أيوة. لو انه الارض على طريق وليها مصدر كهرباء، تخيلي مثلا حق الانتفاع قد ايه لمدة 99 سنة. حوالي 2500 دولار. يعني بنتكلم في مبلغ حوالي 40,000 جنيه للهكتار، يعني أيوة. للفدانين ونص. يعني 800 دولار تقريبا للفدان، فالمبلغ ما هواش كبير. أيوة. وممكن ان المشاريع تبتدي بمساحات صغيرة ومساحات كبيرة. اتفقنا ان احنا من خلال الزيارة ان احنا نعلن عن الفرص الاستثمار في زامبيا. أيوة. ويبقى المجال مفتوح وهم مرحبين بذلك، فيبقى بنحقق فوائد للشركات، بنفتح الأبواب وبنسلط الضوء على الثروات والموارد المائية والأرضية الغنية بها أفريقيا، واللي هي النهاردة القارة البكر في العالم. صحيح. صحيح. واللي هي محط أنظار الدول كلها من خارج القارة، فأهل القارة أولى بيها بالتأكيد يا فندم. لو هنتكلم عن الملفات المعنية بها طبعا وزارة الزراعة، وهنتكلم عن المساحة المنزرعة دلوقتي يا فندم، يعني المساحة تقريبا ما يقرب من 9 مليون فدان. أقل شوية من 9 مليون. فدان. خطة الوزارة علشان زيادة هذه المساحة المنزرعة خلال الفترة القادمة. خلينا نقول أنه زيادة الإنتاج الزراعي ليها شقين. أيوة. أزود الأرض وأزود إنتاجية الأرض. صحيح. فالشق اللي هو زيادة الأرض من خلال مشروع التنمية الشاملة للمليون ونص فدان، مظبوط، في ظل محدودية الموارد المائية الموجودة والاعتماد أساسا في هذه المساحة على مياه الأبار. أيوة. مش على مياه النيل. يعني المساحة اللي هي حضرتك قلت لي أقل من 9 مليون فدان، الاعتماد فيها مش على مياه النيل. لا، احنا عندنا الأرض القديمة. أيوة. في حدود 5.5. تمام. بعد التعديات اللي حصلت بالبناء على الأراضي الزراعية. وعندنا ما يقرب من 3 مليون وكسور الأراضي الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية. تمام. ابتداء من شرق العوينات وتشكى في الجنوب لحد بير العبد او مطروح والسلوم. اللي اقصده حضرتك انه الامل الكبير في البحث الزراعي وفي الابتكارات الزراعيه. تمام. وهضرب لحضرتك مثال. متوسط انتاج الفدان من القمح في الخمسينيات كان 4 ل5 أرداب. حاليا احنا بنتكلم في 18. أيوة. يبقى إذا احنا ضعفنا الإنتاجية من وحدة المساحة بالبحث العلمي والمخرجات العلمية اللي على رأسها استنباط الأصناف وتحديث طرق الزراعة وأساليب الزراعة. فإحنا لابد إن احنا نستثمر كل الموارد المتاحة لدينا في بلدنا إلى أقصى درجة ممكنة، سواء من حيث زي ما قلت لحضرتك زيادة المساحة، وهي مش زيادة هتكون كبيرة للأجيال القادمة، بقدر ما احنا نزود
إنتاجية الوحدة اللي هي الفدان. أيوة. ونستفيد برضو لأن إحنا لازم نربط الإنتاج مش بس بمساحة الأرض ولكن باستهلاك المية. مظبوط. لأن المية بتغلى وأهميتها بتزيد. تمام. لأنه إحنا النهاردة مع زيادة عدد السكان واللي دي اللي بتشكل العائق الكبير قوي قدامنا أمام التنمية عموما وأمام كل القطاعات الدولة طبعا. وأنا هضرب لحضرتك مثال ممكن يكون مفزع شوي. في مصر في الخمسينات كان حصتنا ثابتة 55.5 3/5 مليار متر مكعب. تمام. فلما كانت مخصصة ل 20 مليون غير لما تبقى مخصصة ل 100 مليون. أكيد. وإحنا مش بعيد عن إن إحنا في 2050 إذا استمرينا في هذه الزيادة السكانية هنوصل ل 150 مليون أو أكتر. وعلى نهاية القرن هنبقى 300 مليون. طيب وفي الحالة دي وزارة الزراعة علشان تتعامل مع يعني المطلوب من المية بالنسبة للأراضي الزراعية، يعني مثلا من ضمن الخطط المفترض ان هي تبقى موجودة اللي هي الري بالطاقة الشمسية، دي مثلا من ضمن الخطط اللي موجودة يا فندم ان احنا نستخدم الطاقة الشمسية في الري عشان نوفر في بالزبط. استهلاك الطاقة بالزبط. لكن عشان نوفر في استهلاك المية لازم نتجه لاستخدام الري بالتنقيط واستخدام الري بالرش. الري بالغمر إذا كان متاح لينا النهاردة أيوة. فأكيد بكرة مش هيبقى هو الأسلوب الأمثل. أنا لما كنت بزور غرب المانيا رحنا أبو رقاص عشان أشوف تجربة زراعة القصب بالتنقيط. تمام. لقيت أنه على الطبيعة اولا انتاج بسم الله ما شاء الله ازيد من الري بالغمر، كميه استهلاك الميه اقل حوالي 50% او 60% زياده في المحصول 20-30 ما اقدرش احددها بالظبط، لكن المنظر بتاع القصب وانا مزارع قصب فمنظر يفرح. القصب واقف والعيدان سميكة لأنه الزراعة على مسافات محددة، وفي نفس الوقت الإنتاجية هتكون عالية. وبالتالي لابد أن احنا ننظر مش بس أنا بتكلم على القصب، لابد أن احنا نطور أساليب الري بتاعتنا في كل الأراضي المصرية إذا كنا عايزين نزود إنتاج وعايزين نوفر في المية. لأنه المشكلة مش هتبقى بس في الزراعة. الاستهلاك المية لاستخداماتنا مياه الشرب هتتضاعف مع كمان الزيادة السكانية اللي حضرتك السكانية. ذكرتها بالظبط. فإحنا أمام طريق حتمي مع الحد من الزيادة السكانية. لأن دي زي ما حضرتك قلتي تحدي كبير جدا. تحدي كبير قوي مش طيب. كبير جدا أكيد أوي. أكيد في طبعا ملفات كتير، ولكن حضرتك أشرت لغرب المنيا وأن حضرتك كنت في زيارة لغرب المنيا وفي مشروعات المفترض أن وزارة الزراعة هتقوم بيها، عايزين نتعرف عليها يا فندم. إحنا في الموسم الشتوي هناك زرعنا قمح وزرعنا شعير وكانولا وبنجر. تمام. الحقيقة أن المساحات بتاعة البنجر في الأراضي الجديدة بتزيد. أيوة. وده هيساهم في سد جزء كبير من الفجوة الغذائية في السكر. احنا بنعاني من حوالي 30% في السكر، فلما نزود مساحة البنجر مع القصب ممكن ان احنا الفجوة دي تقل على الرغم من الزيادة السكانية. أنهي إنتاجيته أكتر يا فندم، البنجر ولا القصب بالنسبة للسكر؟ والله حضرتك لو حسبتيها لأنه البنجر بيقعد موسم شتوي القصب بيقعد طول السنة. تمام. فنقدر نقول إن النسبة والتناسب قريبين من بعض، لكن هي الفكرة إن إحنا ظروف بلدنا ما تسمحش بإنتاج بذور البنجر اللي هي التقاوي اللي تزرع السنة الجاية. تمام. فلازم نستوردها من بره. لكن القصب
بيتكاثر خضريا بالأصناف اللي احنا بنزرعها في بلدنا. أيوه. فبالتالي عنصر الأمن الاستراتيجي يتطلب وجود الاتنين، لأن انت ما تضمنيش إمداد التقاوي بالبذور في سنة من السنين مثلا ممكن يتعرض لأي ظرف من الظروف، فهنعتمد على مين؟ وقتها هنعتمد على القصب. دي استراتيجية الأمن الغذائي لوزارة الزراعة بتقوم عليها دلوقتي بالنسبة للسكر، إن الاثنين أيوه. طرفين لابد إن احنا نستفيد بيهم علشان نحقق الاكتفاء الذاتي أو نصل إلى ما يقرب الاكتفاء الذاتي من السكر. طبعا السكر سلعة كلنا ما نقدرش نستغنى عنه. طبعا المحصول الثاني الكانولا. الكانولا محصول زيتي. أيوه. احنا عندنا فجوة بقى في الزيت حدث ولا حرج، 95-97% بنستورد زيت. تكلفة ملايين الدولارات. طيب ليه زرعنا الكانولا؟ لأن الكانولا أولا نسبة الزيت في البذور عالية، ثانيا المحصول بيتحمل الجفاف والملوحة. أيوة. وبالتالي يناسب منطقة غرب المنيا. ثانيا بناخد الزيت وليه استخدامات صناعية بجانب التغذية، وأيضا نقدر نستفيد بالكسب بتاعه في التصنيع. محصول شتوي. معظم المحاصيل الزيت في مصر صيفية، بتتنافس المنافسة بتاعتها في أرض الوادي شديدة. تمام. بتتنافس مع الذرة وبتتنافس مع القصب وبتتنافس مع الرز فالمساحات المنزرعة منها قليلة، خصوصا في غياب نظام الزراعة التعاقدية على المحاصيل الزيتية. أيوة. يمكن احنا النهاردة كان في اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي ومعالي وزراء التموين والتجارة وقطاع الأعمال، وكنا بنتكلم على انه مطلوب ان احنا نوجد زراعة تعاقدية بسعر تشجيعي للمحاصيل الزيتية عشان نقدر نزود المساحات اللي بتزرع منها في خلال الصيف. بس نرجع للكانولا تاني عشان عشان الوقت. فاحنا لما زرعناه هناك والحمد لله نجح، ده بيدينا امل انه نقدر ننشره في الاراضي الجديدة، لانه زي ما قلنا المزارع هناك اختياراته للمحاصيل مش زي الوادي. أيوه. اختياراته محدودة، فلما يبقى فيه محصول زيت يقدر يديله محصول كويس تحت ظروف الأراضي الجديدة سواء من ملوحة مية أو الأرض، يبقى احنا هنا بنوجد مجال لزراعة الكانولا على مساحات أوسع، بس بشرط انه يكون المزارع متعاقد عليه. أيوه. مع المصنع اللي هيعصر البذرة قبل ما يزرع. تمام. علشان ما يزرعش ويحصد ويقعد جنب المحصول مش لاقي يبيعه لمين. وبالتالي في تنسيق ما بين المزارع وما بين الوزارة في الموضوع ده. أكيد لما هتنتشر زراعته هيبقى في، احنا ما عندناش غير مصنع واحد في برج العرب وهو قطاع خاص هو اللي بيقدر على انه يعصر بذور الكانولا. القمح والشعير طبعا دول محاصيل أساسية. أيوه. وأنا الحقيقة ما كنتش متصور انه القمح هناك هيبقى زي الشعير واحسن، لانه اللي اتعلمناه ان الشعير اكثر قدره على تحمل الجفاف والملوحه من القمح لاسباب في التركيب التشريحي بتاع النباتات مش مجالها هنا، لكن الحقيقه المنظر اللي شفته شيء يسعد. والاهميه في كده ان احنا هناك مش بنزرع برضو علشان ننتج، احنا بنزرع بالدرجة الاولى عشان نقدم نموذج من خلال المزرعة البحثية الارشادية. ايوه. عشان المستثمر اللي عايز يستثمر في منطقة غرب المنيا وهي المساحة الاكبر من مشروع المليون ونص فدان، لانها حوالي 400,000 فدان هي الجزء الاكبر. ايوه. الناس بتيجي تبص سواء اللي اشترى الارض او اللي بيفكر يشتري الارض، لما يجي يلاقي نموذج ناجح يبتدي يطمن ان هو لما هياخد الارض سواء بحق الانتفاع او بالتمليك هيستفيد منه، هيقدر يستفيد، واحنا نقدر نقدم له الخدمة اللي هي متعلقة بالارشاد، ازاي يزرع، ازاي يروي، ازاي يسمد. تمام. فمن هنا بتيجي اهمية المزرعة غرب المنيا، بجانب ان احنا عندنا هناك مزرعة للانتاج الحيواني فيها الجاموس البلدي المصري وفيها الجاموس المصري الإيطالي، والحقيقة النوعين
يعني النمو بتاعهم كويس قوي. خلينا اقول لك ان احنا ابتدينا الصيف اللي فات كان عدد الرؤوس 400. تمام. لما رحت المره دي بعد 8 شهور عددهم 670. ما جبنا لهمش حاجه اشتريناها من بره، ولكن هو الانتاج اللي موجود، بالاضافه لان في محلب آلي. ايوه. علشان حلب الالبان. ويقدر ان احنا نقدم نموذج لمزارع الانتاج الحيواني. بنفكر برضو ان احنا ان شاء الله مع تحسن الايرادات هناك ان احنا نقدر نعمل مزرعه دواجن ونعمل مزرعه سمكيه في غرب المنيا، في قلب الصحراء. تمام. ليه بقى مزرعه سمكيه؟ ايوه، لانه المزرعه السمكيه الميه هتدخل الاول من تطلع من البير تدخل للسمك. السمك هيتغذى او هيأدي دوره الحياه بتاعته اللي هي التسميم بتاعه. هيضيف ازوت للميه. هيضيف فوسفور. هناخد الميه بعد ما ناخد السمك ننقلها لشبكه الري، تنزل كسماد عضوي مية مع سماد عضوي للنباتات، فيبقى احنا هنا بنوفر سماد عضوي لنمو النباتات اللي موجودة. يبقى بنطلع سمك وبنطلع سماد حيوي. تمام. يبقى في الانتاج الحيواني وفي المزارع السمكيه المفروض كمان ان هي ان شاء الله ان هي هتتم، وانتاج الالبان طبعا من خلال هذا الانتاج الحيواني. احنا هنقف عند النقطه دي تحديدا معالي الوزير، وعندنا لسه الحقيقه ملفات كتيره جدا هنفتحها مع دكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعه علشان نتكلم فيها عن قطاع من القطاعات الحيويه جدا بالنسبه لاقتصاد مصر بعد الفاصل في مصر النهارده. حضراتكم مشاهدينا مرة تانية، ونرحب بكل حضراتكم على شاشة قناة مصر الأولى، وبنرحب طبعا بكل مستمعينا في راديو مصر، وحلقة خاصة وحوار خاص من داخل وزارة الزراعة في مصر النهاردة مع دكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة في أول حوار حصري ليه الحقيقة منذ توليه منصبه. عندنا الكثير من الملفات لسه طبعا هنتناقش فيها. أهلا بحضرتك مرة تانية سيادة الوزير. عايزين نتكلم يا فندم عن الفلاح اللي بيعتبر العنصر الأساسي في المنظومة الزراعية، وفي الحقيقة تحديات ومشاكل كتيرة جدا بتواجهه. إزاي بيتم التنسيق بين الوزارة وبين الفلاح علشان التعامل مع المشاكل اللي هو بيواجهها؟ أولا إحنا بنحاول على قدر الإمكان أن يبقى في تواصل مستمر مع القيادات التعاونية على مستوى المركزي على مستوى الوزارة يعني، ومع نواب السادة نواب الشعب. وأيضا على مستوى المديريات الزراعة وعلى مستوى الإدارات الزراعية في المراكز. ولكن إحنا بنعاني من نقص في المرشدين الزراعيين. بنتغلب في الفترة السابقة كنا بنتغلب على كوزارة الزراعة من خلال الحملات القومية لزيادة إنتاج المحاصيل المختلفة، قمح، ذرة، محاصيل زيتية، محاصيل سكرية. لكن إحنا دلوقتي لازم برضو نستفيد، وأيضا عندنا قناة مصر الزراعية. أيوة. وبالمناسبة القناة هيتم مراجعة أدائها من خلال بعض الأساتذة المتخصصين علشان تبقى فريدة في البرامج اللي بتقدمها وتبقى موجهة لخدمة أهالينا الفلاحين وتقديم التكنولوجيات الزراعية الجديدة، المعلومات المفيدة، إزاي نزرع المحصول، هل هنحتاج ان احنا نعمل برامج درامية زي سر الارض قبل كده عشان نوصل المعلومة من خلال اطار درامي. ايضا هنطلق الموقع الالكتروني التفاعلي للارشاد الزراعي
من خلال التعاون مع وزارة الاتصالات. أيوة. وإحنا في بروتوكول تعاون. لأنه إحنا محتاجين نقدم المعلومة للمزارع أو للفلاح من خلال الموبايل. طيب دي نقطة مهمة أنا كنت عايزة أسأل حضرتك عليها. في تعاون طبعا دلوقتي احنا بنشوفه بين مختلف أجهزة الدولة، وزي ما حضرتك قلت علشان يتم إطلاق الموقع الإلكتروني في تعاون بين وزارة الزراعة ووزارة الاتصالات، ولكن الفلاح وفئة كبيرة جدا منهم يا فندم بيبقوا أميين ومش بيهتموا على فكرة ان يبقى فيه سمارت فونز، ولا ان يبقى يعني بعضهم الحقيقة لسه لغاية دلوقتي ما يقدرش ان هو يتعامل مع التكنولوجيا خالص، فهو ازاي هيفهم ايه اصلا اللي موجود في الموقع الالكتروني او حتى يتواصل معاه؟ لو هو مش هيقدر ابنه او حفيده تمام او اخوه الصغير او بنته، لانه الموبايل النهاردة احنا عندنا كم موبايل في مصر؟ تقريبا قد عدد السكان. أيوة. وكتير مننا، او اذا ترجعي مثلا لمعالي وزير الاتصالات تقدري تعرفي عدد المشتركين في الشبكات كلها على خدمة الانترنت. فبالتالي مسألة ان هو يوصل للمعلومة ازاي دي هتبقى سهلة، لكن الاصعب هو ازاي هقدم له المعلومة. أيوة. لابد ان احنا نجهزها في صورة أفلام، فيديوهات، صور، علشان لما أجي أقول له ده البرنامج اللي لما تدخل عليه تعرف القمح ترعاه إزاي من ساعة ما تحط البذرة في الأرض أو الحبة في الأرض لحد ما تحصده، يبقى عنده صورة للأمراض اللي ممكن أو الأفات لا قدر الله اللي ممكن تصيب المحصول، ونقدم له المعلومة المبيدات اللي ممكن تستخدمها ايه وتشتريها من فين، عشان تشتريها من مصدر موثوق منه، ما تجيبش حاجة مخشوشة، لانك لو جبت حاجة مخشوشة ممكن تضرك. صحيح اللي بيروج لها بيقول له دي سعرها احسن من الحاجات المعتمدة من الوزارة، لكن لو اشتراها هيبقى دفع ثمنها الاقل، تحمل تكاليف الرش، ممكن تضر النبات وممكن تضر الأرض وممكن ما تجيبش نتيجة. فمن هنا التوعية عن طريق الموقع الإلكتروني. عن طريق الموقع نقدم أبليكيشنز حتى يتعمل لها داونلود، وبعد كده يقدر إن هو يستخدمها بدون الحاجة للنت عشان ما تكلفوش كتير. بالظبط. فمن هنا إحنا لابد إن إحنا اللي نقصده إن إحنا لابد من نستفيد من التطور التكنولوجي حتى في الزراعة، مش بس في تطوير أساليب الزراعة، ولكن أيضا في التغلب على نقص الموارد البشرية في مجال الإرشاد الزراعي. طب لو هنتكلم عن المشكلات نفسها، طبعا من أكتر المشاكل اللي بتواجه الفلاحين واللي دايما الحقيقة بيتكلموا عليها المبيدات المغشوشة مثلا أو التقاوي المستوردة، دي برضو من المشاكل الحقيقة اللي هما بيتكلموا عليه، السوق السوداء اللي حضرتك أشرت ليها برضو. وزارة الزراعة عملت إيه في المشاكل دي؟ تعاملت معها إزاي فدم لغاية دلوقتي؟ الحقيقة إن إحنا عندنا لجنة اللي هي لجنة المبيدات، بنقوم من خلال التعاون مع شرطة المسطحات المائية بحملات شبه يومية علشان نقدر نصادر مثل هذه الكيماويات الضارة. أنا مش هسميها مبيدات مخشوشة، أنا أسميها كيماويات ضارة. أيضا بنعمل برنامج اللي هو مطبقي المبيدات أو البيستسايدز أبليكيتورز. مش أي واحد يرش المبيدة يا أستاذة ريهام. أنا ممكن يعني أكون عامل زراعي أعرف أعزق، أعرف أقلم، أعرف أسمد، لكن ما أعرفش أرش المبيد. فلما أمسك الرشاشة وأنا ما أعرفش أتعامل معها إزاي، ولما اجي اخلط المبيد بالميه ما اعرفش الكميه المظبوطه قد ايه، ما انا لو زودت الكميه في تانك الميه عن المقرر او اللي احنا موصيين بيه هيضر المحصول، ولو حطيت كميه اقل مش هقضي على الافه اللي انا برشه عشان. بالظبط. فمن هنا السنه اللي فاتت تم تدريب 5000 مطبق مبيدات، نأمل إن شاء الله السنة دي يبقوا 5 تاني، ونأمل إن إحنا يبقى عندنا
50 أو الهدف أن يبقى عندنا 50,000 مطبق للمبيدات. كويس جدا. من ممكن يكون حامل دبلوم زراعي، مهم أنه يعرف يقرأ ويكتب علشان يقدر يتلقى البرنامج التدريبي. يبقى وقته قد إيه تدريبي فندم؟ بياخد حوالي 3 أسابيع علشان يقدر أنه هو يوصل للمستوى المطلوب. ده بيتم بالتعاون مع جهات عديدة، وبكده نقدر ان احنا نخلي العمالة الفنية اللي بترش المبيدات عمالة مدربة. أيوة. ليه؟ علشان نحقق اقصى استفادة من المبيدات ونرشد استخدامها لأقل حد ممكن. ايضا لجنة المبيدات احنا لا يتم اعتماد اي مبيد لا يتم استخدامه في دولة المنشأ. تمام، عشان تتأكدوا من صلاحيته ولابد ان يبقى مطابق لأعلى المعايير سواء في امريكا او في الدول الاوروبية. تمام. علشان صحة الانسان المصري هي الهدف الأساس. ان احنا نقدم له غذاء سليم زي ما عايزين نحافظ على سمعة الصادرات المصرية. صحيح. فلابد ان احنا نرتب البيت من جوه ويبقى فيه رقابة مستمرة، بس لازم يبقى فيه مساعدة من جمهور المزارعين. ان انت تحاول انك انت تستخدم المبيدات المعتمدة حتى لو هي غالية شوية. ايوه. ملجأش للحل السهل لان او الارخص، لانه الارخص ده ممكن يضرك ما يفيدكش. الكارت الذكي اللي يمكن كتير مش عارفين ايه هو الكارت الذكي، حتى الفلاح نفسه يعني في بعضهم كتير اللي عندهم برضو مشكله الاميه مش عارفين ايه هو الكارت الذكي، ومش معروف يعني ازاي هيتعامل معاه، ومش معروف برضو هو اصلا هيبدا ان هو يتعامل معاه امتى. الكارت الذكي او كارت الفلاح كل البيانات اللي تخص الفلاح، بيزرع ايه، المساحة بتاعته ايه، الحيوانات اللي عنده ايه، هتبقى موجودة على الكارت. اللي احنا بنتعامل بيه حاليا البطاقة الحيازة الورقية. تمام. اهمية الكارت بمجرد اطلاقه ان احنا مش هنتعامل بالبطاقة الورقية. فعشان اولا على مستوى الملكية، خلينا نتكلم على المستوى الاهم بالنسبة للفلاح، ملكيته للارض. تمام. فعشان يثبتها بعد اطلاق الكارت الذكي مش هتنفع البطاقه البيضاء. أيه. لان احنا بمجرد ما هنطلق الكارت هنلغي البطاقه الورقيه في التعامل. فاثبات الحيازه والملكيه لابد ان يكون في ايدي الكارت. علشان اقدر انقل حيازه، عشان اقدر ابيع، لازم يبقى معايا الكارت. هيجيبه منين الفلاح؟ هيجيبه منين؟ انه بيملى استماره موجودة في كل الجمعيات التعاونية على مستوى الجمهورية. تمام. عددها ما يقرب من 5,000. بيتحط البيانات بتاعته، الحدود الأرض، الرقم القومي بتاعه، علشان يدخل كل البيانات بتاعته تبقى مرقمة بدل ما هي ورقية. احنا وصلنا ان احنا بقى عندنا اكتر من 3 مليون حائز مسجلين في هذا النظام الجديد. هيبتدي عمليات تدقيق مساحي من خلال هيئة المساحة، لعشان نطابق المساحات اللي موجودة في على الأرض مع المساحة اللي كانت مسجلة في بند 2 خدمات، اللي هو بناء عليه بتصدر الحيازة الورقية. أيضا لو في أجزاء من الأرض تم تحويلها إلى مباني برضو تبقى تتخصم من المساحة اللي هو مثلا بيصرف عليها السماد. أيوة. ما ينفعش إن أنا يبقى الحيازة بتاعتي أقل وأخد سماد على المساحة الأكبر. لو في أي دعم هتقدمه الدولة في المستقبل يبقى بيحصل عليه من خلال الكارت. لو حملات التحصين هيبقى برضو من خلال الكارت. انا كدولة هستفيد ايه؟ او بالزبط. كوزارة بالزبط. ان انا هيبقى عندنا قاعدة بيانات كاملة وسليمة ومدققة. بناء عليها نقدر نتخذ القرارات الاستراتيجية
بما يتلائم مع مصلحة جموع الفلاحين. هو ده اللي كان طالب بيه بعض نواب البرلمان سيادة الوزير، انه يبقى فيه قاعدة بيانات خاصة يعني بشكل طبعا عام بالنسبة للفلاحين من ناحية، وكمان طالبوا ان يبقى فيه قاعدة بيانات بالنسبة حتى كمان للمواشي او للحيوانات اللي موجودة، اللي هو السيريال نمبر. حضرتك شايف ان اهمية وجود قاعدة البيانات، ودايما حتى القيادة السياسية بتتكلم على النظام الرقمي اللي لازم انه يتم الاعتماد عليه في كل مؤسسات الدولة، هل ده بيعتبر ضمن اطار النظام الرقمي مسألة تحديث قواعد البيانات بشكل متواصل على كل المستويات، سواء بالنسبة للفلاحين، بالنسبة للماشية اللي موجودة، كل ما يتعلق بكل قطاع من قطاعات الدولة؟ في لانه احنا بنتجه للمنظومه الشامله. ايوه، نظام المال الشمولي، نظام زراعي رقمي، التعاملات كلها. حضرتك النهارده المرتبات بتتصرف بايه؟ كانت زمان بتتصرف ورق نقدي، النهارده بالكارت. تمام. فالكارت النهارده اصبح ضروره علشان يبقى عندنا احصائيات دقيقه نقدر نبني عليها القرار، لانه القرار اذا لم يستند الى بيانات واقعيه ودقيقه ومحدثه وبالظبط هيبقى ممكن يجانبه الصواب، لانه ما بيحققش اللي هي الشفافية في اتخاذ القرار بناء على المعلومة الصحيحة. تمام. فمن هنا ده بيفيدنا احنا كدولة في خدمة الفلاح. ايوه. بيفيد الفلاح في تحصين ملكيته وحيازته. صحيح. بيفيده في انه اي دعم ممكن تقدمه له الدولة يبقى عن طريق هذا الكارت. وكل الخدمات، وممكن انه يدخل يبقى ليه حساب خاص عندنا على الموقع الالكتروني اللي هننشئه مثلا. ايوه. وبالتالي لما هنطلق الكارت بالاعداد اللي تم الوصول ليها، سواء هنوصل لاربعة مليون او اكتر او اقل عند اطلاق الكارت، يبقى الباقيين لازم يتحرك علشان يقدر يحصل على الميزة. بس هقول لك حاجة، يمكن هي الإشكالية أحيانا إن بعضهم ما بيحطش الرقم القومي، أو بتبقى نتيجة لخلاف ما بين الورثة، المورث توفى إلى رحمة الله، فمين بقى اللي يطلع باسمه الحيازة؟ فديا لابد إنها يبقى مع الوقت، ولما يحسوا بقيمة الكارت وإن هو علشان يثبت ملكيته وحيازته لازم يبقى مع الكارت. اعتقد ان احنا في خلال فتره وجيزه من بعد اطلاقه ان شاء الله يبقى عندنا بيانات كامله عن كيفيه استغلال الارض الزراعيه، عن الثروه الحيوانيه والداجنه، يبقى من هنا نقدر ان احنا نستفيد في اتخاذ القرار السليم. من ضمن المشاكل كمان الخاصة بالفلاحين سيادة الوزير، انه ما فيش نقابة موحدة خاصة بيهم، او ما فيش قانون موحد يقدر يخلي ليهم نقابة مستقلة. في نقابات ولكنها غير رسمية، وبالتالي بتتاجر بمشاكلهم بشكل كبير. رد حضرتك يا فندم. الحقيقة انه كان دايما الاتحاد التعاوني هو الكيان اللي بيمثل الفلاحين، ولكن طريقة انتخابه والتصعيد اللي هو الجماعي أحيانا ما بيأديش لاختيار أفضل العناصر. ولذا بعد الثورة 25 يناير ابتدت تظهر كيانات باسم نقابات الفلاحين بأسماء متنوعة. أيوه. طبعا في، اعتقد انه في قانون او تشريع حاليا في مجلس النواب لتوحيد هذه النقابات في كيان واحد. كويس جدا. واحنا محتاجين انه يبقى في كيان معبر عن الفلاحين بصوره كويسه، علشان نقدر احنا برضو زي ما بقول لك احنا بنتعامل مع القيادات على المستوى المركزي، بنتعامل على مستوى الادارات الزراعيه، على مستوى المديريات، لكن لما يبقى في كيان منتخب انتخاب حر مباشر ده بيبقى طبعا امر هيفيد في توصيل صوت الفلاح والتعبير عن رايه
في كافة القضايا والتعامل مع المشاكل المختلفة طبعاً اللي بتواجهه بشكل مباشر. المشاكل المختلفة، لأن أنت لما بتلاقي كيانات متنوعة، طب أنت يعني هم كلهم إخواتنا وهنستقبلهم وكل حاجة، لكن لما يبقى في كيان واحد بيعبر بيبقى الأمر بشكل مؤسسي مهواس بشكل أفراد أو جماعات من هنا ومن هنا ومن هنا زي الوضع الموجود. طيب اسمح لي سيادة الوزير، هنتكلم على بعض الارتفاعات اللي حصلت مؤخرا، وإحنا كمواطنين ده اللي يمكن اللي بيهمنا، الأسعار والخاصة بسلع بالنسبة لنا أساسية زي مثلا البطاطس، زي مثلا الطماطم، إن هي ارتفعت بنسب كبيرة. إزاي ممكن إن وزارة الزراعة تتفادى تماما إنه ده ممكن إن هو يتكرر تاني؟ المشكلة كانت فين؟ هل كانت عند التاجر، ولا كانت عند المزارع، ولا كانت عند اللي بيبيع؟ عايزين نعرف تفاصيل المشكلة، وإزاي ممكن وزارة الزراعة تتفادى إن ده يحصل تاني؟ تفاصيلها مطول. لا بس مهم قوي، يعني هو ارتفاع الأسعار بالنسبة لسلع أساسية لينا إحنا كمواطنين، دي قضية مهمة جدا. خلينا أقول لحضرتك أنه بالنسبة للطماطم والعروات اللي بتزرع فيها دايما بيبقى عندنا فترة، إحنا عندنا عروات كتير في الطماطم بتغطي معظم شهور السنة، لكن بيبقى عندنا دايما فجوة في أكتوبر ونوفمبر إلى حد ما. طالما بيبقى فيه وقت، ده بقى كلمة للمستهلك مش للمزارع، طالما السلعة بتغلى وبتغلى بارتفاع كبير وفي بديل ليها اللي هو الصلصة، فأنا ممكن في الفترة الغلو دي إن أنا ما أقبلش على شراها عشان ما ساهمش في زيادة سعرها، وهي على فكرة فترة بسيطة. قد إيه يا فندم؟ أما أنا بقول لحضرتك في أكتوبر وجزء من نوفمبر، ده بالنسبة للطماطم على وجه التحديد. وإن شاء الله يبقى في تنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية ومشروع الصوب اللي اتعمل، تمام، إن إحنا وده بتوجيه برضو من الدكتور مصطفى مدبولي بالمناسبة برضو النهاردة، إنه هيبقى في اجتماع الأسبوع الجاي علشان إنتاج الصوب أنت بتقدري تتحكمي في وقت الزراعة بغض النظر عن العوامل الجوية. صحيح. فبالتالي نقدر إن إحنا نختار مواعيد بحيث إن إحنا نغطي فيها الفترة الحرجة اللي بنتكلم عليها من نقص. إحنا عندنا بالمناسبة كمان بناء برضو على توجيهات الدكتور مصطفى عملنا خريطة زمنية لكل المحاصيل. تمام. وكانت بالتنسيق مع المحاصيل الشتوية والمحاصيل الصيفية كله، خضار وفاكهة وسلع غذائية، يعني زي ما تقول. وكان في بالتنسيق مع معالي وزير التموين الدكتور علي مصلحي، وحطينا خريطة متكاملة عشان نقول والله الفترة دي في المحصول الفلاني بيحصل نقص في السوق، يبقى نعالج النقص ده بالاستيراد، ويبقى الاستيراد في من بلاد المنشأ المعتمدة عندنا للاستيراد، علشان يبقى في تكامل ما بين الوزارتين، تمام، التموين والتجارة الداخلية مع الزراعة واستصلاح الأراضي، أيوة، بحيث ان احنا نحاول نغطي السنة بالكامل، ومن هنا ونقدر نختار أفضل الأسعار. ويمكن بقى أنت محتاجة تعملي حديث مع معالي وزير التموين عشان يكلمك على التدابير اللي هتاخدها وزارة التموين بالتنسيق معانا علشان ضبط الأسعار. لابد إن احنا نتعاون مع بعض ويبقى في تكامل في العمل، أكيد، علشان المخرج يبقى استقرار الأسعار في الأسواق. طيب لو اتكلمنا كمان على إنه حصل برضو خلال الفترة الأخيرة ارتفاع في أسعار الدواجن وبنسبة يعني تعتبر مش قليلة، ايه اللي حصل علشان ترتفع اسعار الدواجن؟ خطة وزارة الزراعة برضو علشان ده ما يتكررش تاني، ان ممكن تبقى المعروض اكبر فبيبقى في نسبة اللي هي العرض والطلب وبالتالي الاسعار تقل. وبعدين في كمان الخريطة الالكترونية كمان يا فندم الخاصة بمختلف مزارع الدواجن، عايزين برضو نتعرف عليها. الحقيقة انه يعني هقولك بقى على سعر الجملة، يعني البيض في يناير كان بحوالي 32 جنيه ونص الطبق، ده سعر الجملة.
النهاردة وصل 37.5، يعني الزيادة 5 جنيه، تقسميها على 37.5 تطلع 15%، تقسميها على 32.5 تطلع 20%. بس ده شيء طبيعي. أيوه. ليه؟ لأنه لما بنزرع، لما بيبقى عندي مزرعة دواجن، الفراخ بتوصل لعمر معين اللي هو غالبا بيبقى 90 أسبوع أو 80 أسبوع على حسب نوع القطيع اللي أنا بربيه، وبعد كده لازم نتيجة لانخفاض إنتاجيته مش هفضل أكله وهو ما بيدينيش بيض مثلا، فلازم إن هو يتذبح ويتباع كلحمة، ونجيب عنبر التربية اللي دخلوا الكتاكيت تطلع تحل محل دي. فأحيانا بيبقى في المزارع انخفاض، يعني انخفاض في الإنتاجية نتيجة لاستبدال العنابر ببعضها. أيوه. بالإضافة إلى أنه دايما في ظروف البرد بتبقى التكلفة الإنتاجية في مزارع الدواجن أعلى. ليه؟ لأنه بيبقى محتاج أنه يعمل تدفئة، خصوصا في المزارع اللي هي يعني نقدر نقول بلدية. أيوه. اللي هي التجهيزات بتاعتها ما بتوفرش العوازل الكاملة للحرارة اللي بره عن اللي جوه، فبتبقى تكلفة الإنتاج عالية. بيستخدم غاز، بيستخدم بوتاجاز، بيستخدم كهرباء، فمن هنا بيبقى في تكلفة زيادة مع قلة المعروض بيؤدي إلى زيادة السعر. تمام. فده أمر طبيعي، وكان بيبقى مثلا طول السنة السعر منخفض. بس أنا الحقيقة اللي ملاحظه أن سعر الجملة في الفراخ ابتدى يوصل للحد الحرج اللي هو وصلنا النهاردة ل 28-29 جنيه. أيوه. فطبعا دي يبقى احنا محتاجين ان احنا نشوف تدابير بالتنسيق مع وزارة التموين علشان نقدر نظبط الأسعار ما تتخطاش بقى أكتر من 30 جنيه. طيب لو اتكلمنا برضو على المشكلة الخاصة بالقمح، إنه القمح لما يبقى في خلط ما بين القمح المستورد والقمح المحلي، وده بيبقى في موسم الحصاد تحديدا، ازاي وزارة الزراعة برضو ممكن ان هي تتعامل مع المشكلة دي، وخصوصا ان القمح من المحاصيل طبعا الاستراتيجية يا فندم؟ انا هسيب الجزء الخاص بالخلط ده للتموين، لمعالي وزير التموين، لكن خليني اقول لحضرتك ايه، انه احيانا احنا كحكومة ايوه بندعم الفلاح باننا بنديله سعر افضل من السعر العالمي. وبالتالي لما بيبقى السعر العالمي مرتفع بيبقى السعر القمح البلدي عالي. أيوه. والعكس صحيح. فأحيانا ودي حصل، بس دي حصلت مرة في سنة من السنوات أيام ما كانت فيه الأزمة بتاعة القمح المستورد من الخارج، وكان السعر اللي احنا اللي موجود وقتها ده من سنوات، كان السعر اللي موجود هنا بيشجع المستورد انه يجيب من بره عشان يورد لوزارة التموين بالسعر المحلي، بينما السعر المحلي ده مخصص للمزارع. أيوة. فبالتالي أعتقد أن وزارة التموين حطت آليات وتدابير تمنع مثل هذا الأمر، يعني ما أعتقدش أنه هو مازال قائم في الوقت الحالي. أيوة. وإحنا مساحة القمح الحمد لله اللي اتزرع السنة دي بتصل ل 3,258,000 فدان. الحمد لله الحمد لله. المساحة الكبيرة دي بتبقى بالتنسيق بين المزارع والوزارة يا فندم؟ لا، لأن احنا لغينا نظام الدورة لغينا نظام الدورة الزراعية. أيوه. احنا خلينا نتكلم بصراحة. احنا حاليا بنتبع آليات السوق الحر في الزراعة، المزارع حر في اختيار المحصول اللي يزرعه. تمام. وبالتالي أنا ما يعني كحكومة ما بقدرش أقول للمنطقة الفلانية تزرع إيه إلا في حالة محصول زي الرز. أيوه. علشان محدودية المياه، وإلى أن يتم تطوير أساليب الري. وبالمناسبة إحنا السنة دي ولأول مرة
هيبقى في زراعة الأرز بالطريقة الجافة، ودي بيبقى استهلاك الرز مساوي تقريبا لاستهلاك الذرة الشامية. تمام. بس يمكن الإنتاجية تنخفض شوية بمقدار نص طن للفدان. فالمساحة بنحددها طبعا لأن احنا عندنا محدودية مية، وظروف طبعا كلنا عارفينها اللي احنا بنواجهها بسبب ما يحدث في منابع النيل. ايوه سيادة الوزير، من ضمن المشروعات اللي بتقوم بيها كمان وزارة الزراعة مشروع البتلو أو إحياء البتلو، عايزين نعرف تفاصيل المشروع. مشروع إحياء البتلو الحقيقة إن إحنا بنوفر قروض ب5% من خلال التعاون مع بعض البنوك المصرية لصغار مربي الماشية، وفي أولوية للمرأة. هايل. احنا وصلنا لحجم اقراض قدره 600 مليون جنيه. وعدد المستفيدين وصل لحد دلوقتي ل 4400. وعدد رؤوس المشاية ما بين الشراء والتغذية قربنا على 80,000. فده الحقيقة مشروع واعد، لان انت بتدوري الفلوس مع جدية المقترض علشان أوضاع. والحقيقة يعني سرعة السداد ماشية طبقا للمعدلات البنكية المتعارف عليها لحد الوقت يعني. تمام. الحمد لله. فده طبعا بيغطي جزء من احتياجاتنا من اللحوم الحمراء، ولو انه من وجهة نظري اللحوم الحمراء بتستهلك اعلاف اكتر، وبالتالي الميزة النسبية بتاعتها اقل مقارنة بالدواجن والاسماك. طيب ده خلينا نتكلم على الحملات اللي بتقوموا بيها لتحصين المشية، وخصوصا انه في سياسة اسمها طرق الابواب، عايزين نتعرف عليها اكتر، وعايزين نعرف ايه الامراض اللي بيتم تحصين المشية مثلا منها اللي ظهرت خلال الفترة الاخيرة. المفروض ان احنا المزارع يحرص على تسجيل الحيوان اللي عنده، بمعنى انه بيتركب له في ودنه حتة بلاستيك عليها الرقم بتاعه علشان يبقى مسجل عندنا، وعشان نقدر ان احنا ندرجه في حملات التحصين. تمام. والمبلغ اللي بيتحصل مقابل العملية دي، عملية الترقيم، لا يصل لسبعة جنيه، يعني ما يطلعش حتى واحد على الألف من ثمن الحيوان إذا كان حيوان كبير. تمام. لكن عدد الحيوانات اللي تم ترقيمها لحد دلوقتي حوالي 4.4 مليون تقريبا، ما بين رؤوس كبيرة وصغيرة اللي هي الغنم والماعز. احنا بنتعشم ان احنا نقدر نوصل للعدد الكامل. فسياسة طرق الأبواب، لأن احنا بنحصن اللي مترقم واللي مش مترقم. تمام. السنة في سنة 2017 كان عدد رؤوس الماشية اللي تم تحصينها حوالي 6.4 مليون. تمام. في سنة 2018 كان العدد حوالي 6.5 مليون. السنة دي احنا عملنا أول حملة في 2019. الرقم اللي وصلنا له لحد النهاردة في فترة أقل من 3 أسابيع وصلنا ل 2.2 مليون راس. السبب في كده إيه؟ أيوه. إن الناس حست بأهمية، أو مربي الماشية حسوا بأهمية التحصين. احنا بنحصن ضد الحمى القلعية، الجلد العقدي، ودي الأمراض الرئيسية اللي بتصيب الحيوانات في مصر، بجانب ان احنا طبعا في تشديد على كافة الحدود بالنسبة لاستيراد الحيوانات علشان نمنع دخول أي أمراض جديدة. وبقى عندنا المجزر جنب المحجر، نكشف ونأقلم وندبح، وتطلع مع تطوير المجازر انها توصل مجمدة علشان توصل للأسواق بصورة صالحة.
تمام. ملف القطن المصري. القطن المصري سيادة الوزير دايما سمعته كانت يعني كبيرة جدا وما زالت في الأسواق الخارجية. القطن المصري طويل التيلة بشكل خاص. هل حضرتك شايف ان هو تأثر خلال الفترة الأخيرة؟ ولو تأثر من وجهة نظرك ازاي نقدر نحن نستعيد تاني مكانة القطن المصري في الخارج؟ وحتى احنا قبل التسجيل مباشرة اتكلمنا على مبادرة القطن وعايزين نعرف تفاصيلها ونعرف طبعا كل السادة المشاهدين بها. انا هبتدي في الإجابة على السؤال بالخيش. هتقولي ايه علاقة الخيش بالقطن؟ الخيش اللي هو الشوالات بيصنع من محصول اسمه الجوت. ايوه. الجوت بينتج في بلدين. بنجلاديش والهند. الهند انتاجها يتوب بيكفي تجميع القطن عندها. حكومة بنجلاديش من عدة سنوات اصدرت قرار بمنع تصديره خام. لازم يطلع مصنع. واحنا الذهب الابيض بتاعنا القطن ايوه بنصدره خام. كان في برضو اجتماع النهارده لان احنا كان عندنا اجتماعات كتير مع دوله رئيس الوزراء. ايوه. كنا بنتكلم في موضوع القطن. احنا اجتمعنا كوزراء معنيين بالموضوع، تجاره والصناعه، قطاع الاعمال، التموين، الزراعه، واستصلاح الاراضي، علشان نحط استراتيجية لاستعادة بريق القطن المصري. ده طبعا مش مجالها ان احنا هنتكلم عليها دلوقتي بالتفصيل، لكن هي معنية بجني القطن، جمع القطن، تسويقه، تجارته، تصنيعه. وفي خطة طموحة في شركات قطاع الأعمال إنه يتم تطوير المصانع وتحديثها علشان تستقبل القطن المصري الغالي اللي الدنيا كلها بتتكلم عليه، فائق الطول، النعومة اللي مش موجودة في أي قطن تاني، المرونة اللي مش موجودة في أي قطن تاني. علشان لازم القطن يبقى ليه كرامة في بلده ولي في إقبال عليه، علشان ما نتعرضش زي ما تعرضنا السنة دي إن إحنا عندنا النهاردة فائض في الإنتاج عن احتياجات التصنيع والتصدير حوالي 700,000 أمتار. مع تحسن الأسعار دلوقتي احتمال إن هذه الكمية تتناقص، لكن إحنا هنشتغل كزراعة اللي هو بيسموها الديماند دريفن، يعني بناء على الاحتياجات هحدد المساحه. ايوه. مش هزرع اكتر من المطلوب. لما يبقى في صناعه متطوره ابتدي ازود المساحه تاني زي زمان. احنا اللي وقف مصر على رجليها ما بين 67 و73 وكان مصدر العمله الصعبه الرئيسي هو القطن. عايزين نرجع للايام دي. وعايزين نرجع ان احنا نصدره مصنع. بالظبط. لان لما بصدره خام انا بفقد قيمه كبيره. ارجع بسرعه للاجتماع اللي كان مع دكتور مدبولي. لا، الاجتماع اللي كان في المكتب النهارده. ده كان مع مجموعه بتمثل منظمه اليونيدو. الأمم المتحدة مهتمة من خلال منظمة اليونيدو، والحقيقة اللي بيمول المشروع إيطاليا اللي هي بيتر كوتون إنيشيتيف أو مبادرة قطن أفضل. تمام. إحنا مشكلتنا إنه القطن بتاعنا لما بنيجي نجمعه بنعبيه في أكياس بلاستيك حاليا أو شكاير بلاستيك. كويس. وده يربطنا بالخيش أو بالجلد. أيوه. لما بتعبيه في البلاستيك وتيجي تفضيه بيتعلق بالقطن بعض البلاستيك، حاجات بسيطة، آثار بسيطة، بيعتبر قطن ملوث علشان البلاستيك، عشان شوية البلاستيك اللي دخلوا اللي في بيبقى القطن موجود فيه. بيعتبر ملوث. ليه ملوث؟ لأن المصنع مش هيكتشفه غير بعد ما يصنع القماش.
يكتشف ان في بلاستيك. ده بخلاف طبعا كفاءة التصنيع هتبقى اقل. المبادرة دي مهتمة بان احنا ازاي نجمع القطن بطريقة صحيحة نوصله لمراكز التسويق. السنة الجاية هيئة التحكيم تحكيم الأقطان هترفض أي قطن غير مطابق للمواصفات. طب وموضوع البلاستيك ده انتوا هتعملوا فيه ايه يا فندم؟ انه لازم ان احنا نغير اسلوب الجمع القطن في الحقول بالتعاون مع وزارة قطاع الاعمال. انه لابد ان يوصل الشوالات الخيش للمزارع علشان يجمع فيها القطن ويبعد عن استخدام البلاستيك تماما مع العناية بتجميع القطن. ليه؟ لأنه لما نستعيد السمعة بتاعته كقطن نظيف هنقدر ان احنا نصنع وننتج قطن جيد تقبل عليه المغازل والمصانع. على فكرة المبادرة دي مشارك فيها كبار المصنعين على مستوى العالم من ألمانيا من إنجلترا من أمريكا من السويد من سويسرا من إيطاليا من ألمانيا من الهند. كل دول مهتمين بأنه القطن يستعيد مكانته لأنهم مقدرين الذهب اللي بيطلع من أرض مصر. فإحنا لازم كمان نقدر الكنز اللي عندنا الكنز اللي عندنا طبعا. ولازم نوعي إخواتنا المزارعين لأنه السعر لما يرتفع نتيجة لزيادة الإقبال العالمي ونتيجة لزيادة الاستهلاك المحلي في مصانع متطورة سعر القطن هيعلى. ما ينفعش إن القطن البيما يبقى سعره النهاردة في الأسواق العالمية اللي هو القطن الأمريكي اللي هو أقل في صفات الجودة من القطن المصري يبقى بيتباع بدولار 55 واحنا القطن بتاعنا اللي احسن منه بيتباع بدولار 16 او اقل او اكتر شوية. في النهاية انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا دكتور عز الدين ابو السيد وزير الزراعة، اولا لانك خصيت برنامج مصر النهاردة طبعا بهذا الحوار الحصري لاول مرة طبعا بعد توليك مهام منصبك، شكرا جزيلا. وشكرا جزيلا كمان على الجهود الحية اللي بتقوم بها وزارة الزراعة اللي بتعتني او المعنية بقطاع مهم جدا حقيقة بيهمنا جميعا كمصريين. كل التوفيق يا فندم لوزارة الزراعة، شكرا جزيلا لحضرتك. وبشكر حضراتكم مشاهدينا، وكنا مع حضراتكم طبعا مع وزير الزراعة في حوار خصري على شاشة التلفزيون المصري في برنامج مصر النهاردة. شكرا لحضراتكم.